السلام عليكم. في الفيديو غادي نقدم لكم العصا بجوج ديال الطبقات. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. كنحتاج هنا في المقادير ديال الفاكهه، بالنسبه للكميه ديال الفاكهه كتبقى على حسب الكيسان اللي غادي تستعملوا. هنا عندي 3 ديال الكيسان اللي كيكونوا كبار، بالنسبه لكل كاس كياخذ 400 مليلتر. بالنسبه لهاد الكميه ديال الفاكهه كتجيني، هذاك هو القياس في الكيسان هادو، كتزيدوا كتنقصوا على حسب الكيسان اللي عندكم وعلى حسب عدد الافراد ديال الاسره. هنا خديت 4 ديال المشماشات، زوج ديال الاجاصات بوعويضه، زوج ديال الفوكا، حبه ديال الخوخ، حبه ديال التفاح، حبه وحده ديال الكيوي. عندي هنا 4 ديال البنانات، 3 ديال البرتقالات. وبالنسبه للفاكهه كتستعملوا الفاكهه اللي بغيتو، ماشي ضروري انكم تقيدوا بهذه الفواكه هذو اللي استعملت. هنا بالنسبه للتحليه غادي نحلي بالعسل، كتقدروا تستعملوا السكر. بالنسبه للصوص كنستعمل هادي، هاد لاصوص كراميل، كاين هادو كاين هاد الساشيات هادو. عندي هنا كاس ديال الحليب. بالنسبه للمكسرات عندي الزبيب، الكركاع، عندي هنا اللوز والتمر، وعندي هنا شويه ديال الشكلاط. ننتقلوا للطريقه. كناخذ الكيسان كندير شويه ديال لاصوص، كناخذ هنا حبه ديال الكيوي بعد ما قشرتها كنقطعها رقيقه، كناخذ لافوكا هي الاولى، كنضيف البنان، هنا ضفت الحبه الثانيه ديال البنان، كنضيف واحد المعلقه ديال العسل، كنضيف الحليب. بالنسبه للحليب ما كنضيفش كميه كبيره لان هاد الطبقه هادي بغيتها تجيني خاطره، غادي نضيف غير شويه. ومن بعد نشوف الا كان ثقيل بزاف غادي نزيد عاد واحد شويه الحليب. صافي راه تسخن مزيان. هنا بعد ما عمرت الكيسان بالطبقه ديال لافوكا، دابا غادي نضيف المكسرات. بالنسبه للمكسرات غادي نقطعهم ونضيفهم. هنا كناخذ التمر اللي كتكون شويه رطبه، هنا بعد ما قطعت المكسرات الزبيب كنديرو غير بحال هكا ما كنقطعوش. حتى هاد الشكلاط هذا كنقطعو. كندير شويه ديال لاصوص، بالنسبه للتفاح بوعويضه كنحيدو القشره ديالو، كنحيدو الجلده ديال برا.
بعد ما قطعت الفاكهه كامله كنضيف واحد المعلقه ديال العسل، كنضيف العسل ديال التشين، ما كنضيفش كميه كبيره باش ما نديرهاش جاري بزاف، كنضيف غير واحد الشويه الطحين ونعاود نزيد. صافي هنا بعد ما طحنت مزيان الطبقه ديال التشين كنضيفها، هذا هو العسل ديال بيت الموجود، يتقدم بالصحة والراحة. كنقول لكم بالسلامة، تلقاو ان شاء الله في فيديو قادم.